شيعت مدينة دير الزور 32 مدنيا من أبنائها قضوا يوم أمس جراء غارات جوية روسية تزامنا مع قصف مدفعي لتنظيم الدولة الإسلامية على أحياء المدينة. وأفادت مصادر ميدانية أن قصفا روسيا استهدف حيي الحميدية والحويقة ما خلف 20 قتيلا وعددا من الجرحى، فيما قتلت 9 طالبات إثر قصف تنظيم الدولة الإسلامية لمدرسة في حي هرابش، بالإضافة إلى مقتل 3 مدنيين إثر استهداف التنظيم لحي القصور بقذائف المدفعية.